دشتي، علي دشتي، جيت لبين، عبد العزيز الياسي من اللاعبين الواعدين الشباب، الى حميد درويش الخبير فريق المنامه بدايه هجمه الان كره عرضيه خطيره في جول 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 منامي اول، والله شكلها جول وانا قلت والخبير هي البدايه، البدايه عبد العزيز الياسي اللي لعبها بالاستلام من اللاعب حميد درويش، وفرحه اولى من اللاعب عيسى موسى، والهدف الاول ياتي من كره عرضيه، كره ثنائيه جميله من التسليم والاستلام من قبل اللاعب.